10 دقائق من الآن تم إطلاق طائرات الإنذار داخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وذلك عقب اكتشاف تسلل وحدات خاصة على الأطراف الجنوبية من المخيم، تحديدا على ما يعرف شارع مهيوب على أطراف مخيم جنين. بعد اكتشاف تسلل الوحدات الخاصة، جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم من الحواجز الثلاث: حاجز سالم غرب المدينة، ومن حاجز الجلمة شمال المدينة، ومن حاجز دوتان جنوب غرب المدينة، حيث تصل التعزيزات العسكرية تباعا إلى محيط تواجد الوحدات الخاصة، وتبدأ بفرض طوق عسكري إسرائيلي في المكان. تندلع اشتباكات مسلحة عنيفة في هذه اللحظات. المقاومة الفلسطينية بدأت بالتصدي لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاقتحام حتى اللحظة وفق إذاعة جيش الاحتلال تقول بأنه منذ العملية العسكرية الواسعة والعدوان الأكبر قبل نحو 60 يوما من الآن باتجاه مخيم جنين، هذا هو الاقتحام الأول بعد ذلك العدوان الكبير باتجاه المخيم. وعلى ما يبدو أن هنالك مزيد من التفاصيل طبعا وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأنباء تتحدث على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى اعتقال مطلوبين من أطراف المخيم في هذه اللحظات، سيما في ظل الحديث الإعلامي الإسرائيلي خلال الفترة السابقة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لربما أتاح الوقت لصالح الأذرع العسكرية باتجاه تطوير وتنفيذ طبعا منظومات الدفاعية للمقاومة الفلسطينية، ذلك عبر طبعا تطوير العبوات الناسفة الكمائن إلى ما ذلك. هذا لم يرق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية طوال الفترة الماضية. كان الحديث واضحا عبر القنوات الإعلامية والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بأنه تم عودة مرة أخرى إلى مخيم جنين. بالفعل في هذه اللحظات هنالك اقتحام واسع النطاق لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات بدأ بنشر القناصة في محيط منطقة الاقتحام في هذه الأثناء وسط تبادل لإطلاق النار واشتباكات مسلحة عنيفة يتم خلالها استهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة. طبعا حتى هذه اللحظة لم ترد تفاصيل عن هي المكان على وجه التحديد في شارع مهيوب. هذا الشارع هو في المنطقة العليا التي تفصل مخيم جنين عن منطقة الجابريات على أطراف المخيم الجنوبية. عملية الاقتحام تتركز في ذلك المكان، حيث تم كشف الوحدات الخاصة التي تسللت عبر شاحن ثقيل إلى المنطقة وبدأت بعملية الانتشار. عقب طبعا ذلك دوت صافرات الإنذار. طبعا الدخول إلى هذه المنطقة هي دخول إلى منطقة ساخنة وإلى حالة غليان منذ ساعات صباح هذا اليوم، والمواطنون الفلسطينيون في مدن جنين وكذلك أيضا طول كرم وأيضا نابلس يرصدون تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة، حتى أن يعني البعض يعني أبدى الانزعاج من كثافة هذا التحليق المنخفض لطائرات الاستطلاع. على ما يبدو أنه كانت عملية تمويه لتسلل الوحدات الخاصة بنفط الأنظار إلى نابلس وطول كرم، ولاحقا كانت عملية المداهمة التي حدثت خلال الدقائق الماضية. طيب خالد، فقط هي العملية الغرض منها هو يعني اعتقال المطلوبين من داخل المخيم، أم بعد كشف عن تسلل الوحدات الإسرائيلية الخاصة ربما كعملية لتأمينهم وبالتالي إخراجهم من المخيم؟ الحديث في هذه اللحظات هو أن جيش الاحتلال قام باعتقال المطلوبين على أثر اقتحام الأطراف الجنوبية من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وأن طبيعة الاشتباكات هي سيدة الموقف. كتيبة جنين سرايا القدس في هذه اللحظات تقول بأن المقاتلين كشفوا أمر قوة خاصة على أطراف المخيم
وبدأوا بإمطارها بالرصاص في محيط طبعا منطقة الشارع مهيوب، المنطقة الفاصلة باتجاه منطقة الجابريات في مخيم جنين. هذا وسط طبعا بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، يقول هذا البيان بأن قوات الجيش تنشط في مخيم جنين في هذه اللحظات وأن مزيد من التفاصيل ستقدم لاحقا. جيش الاحتلال خالد، هلا أن نتمكن من التواصل مجددا مع مراسلنا خالد بدير من جنين. نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل للوضع بمخيم جنين، حيث نلاحظ أو نتابع آليات الاحتلال. وكان في وقت سابق قد أفاد مراسلنا باقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية، وقال إن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه المخيم، مضيفا أن صفارات الإنذار كانت قد دوت بالمخيم بعد أن تم اكتشاف تسلل وحدات إسرائيلية خاصة لداخل المخيم. وأعود مرة أخرى إليك خالد. نعم كوثر، في هذه الأثناء إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث بشكل رسمي وواضح على أن الجيش تمكن من اعتقال مطلوبين على أطراف المخيم. فقط للتذكير، العملية الحالية والعدوان الإسرائيلي الجديد على مخيم جنين يستهدف أطراف المخيم ولا نتحدث عن عمق المخيم. هنالك طبعا بيانات صدرت من كتيبة جنين وكتاب شهداء الأقصى وكتاب عز الدين القسام تؤكد هذه الأزمة العسكرية بالانخراط في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم أطراف مخيم جنين. وهنالك طبعا إصابة لسيدة فلسطينية بعد إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة فلسطينية. أؤكد أن هنالك إصابة لسيدة فلسطينية داخل مركبة بعد إطلاق النار على هذه المركبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل طبعا هذا الاقتحام المستمر حتى هذه اللحظة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. هذا التصعيد الإسرائيلي بالتأكيد سيقود إلى مزيد من تفجر الأوضاع في مناطق الضفة الغربية والغليان الميداني، سيما في ظل يعني المشروعية الإسرائيلية لعمليات المداهمة، وأن المستويات الأمنية الإسرائيلية يعني كانت تروج لعملية الصورة الواضحة لبنان. طبعا الأواسط والمحللين يقولون بشكل واضح أن هذا الترويج لعملية الصورة الواقع لبنان بمعنى اجتياح كامل للضفة الغربية هو حديث سياسي إعلامي وليس مبني على وقائع ميدانية، سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتقد لبنك الأهداف في مناطق الضفة الغربية، بمعنى أن الحالة أصبحت فكرة وليست مرتبطة بأشخاص يمكن السيطرة عليهم أو اعتقالهم أو عمليات التصفية، وهذا ما أثبتته الثلاث سنوات الأخيرة في مناطق الضفة الغربية وسط هذا الاقتحام المستمر في هذه اللحظات. ميدانيا، بالعودة إلى الوضع الميداني، التعزيزات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى بلدة الرقين وهي المنطقة القريبة من أطراف المخيم في هذه اللحظات، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجز سالم غرب المدينة وحاجز الجلمة باتجاه شارع الناصرة وصولا إلى عمق مدينة جنين. هذه التعزيزات العسكرية الإسرائيلية تكون عادة على أهبة الاستعدادات والتحرك حال تم اكتشاف الوحدات الخاصة وأن عملية الاعتقال أو المداهمة لم تمر بهدوء، وبالفعل تم اكتشاف تسلل الوحدات الخاصة إلى العمق داخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية. التحديثات في القراءات الإسرائيلية طبعا الحديث عن هنالك حديث على أن
جرافة عسكرية إسرائيلية في هذه اللحظات تقتحم تخرج من الجدار الفاصل عفوا شمال جنين وتتجه باتجاه المدينة في هذه اللحظات. إذا جيش الاحتلال على يعني وقع الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية يدفع بجرافة عسكرية في هذه اللحظات. يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المخيم الشرقي تحديدا في محيط مستشفى جنين الحكومي في هذه الأثناء، بالإضافة إلى أن الجرافة العسكرية تواصل طبعا التقدم باتجاه المخيم. هنالك مقاطع يعني مصورة تؤكد على الإصابة في صفوف إحدى المناطق لسيدة فلسطينية في هذه الأثناء داخل مخيم جنين، وأن عملية الاقتحام لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. اشتباكات عنيفة جدا يشهدها الآن مخيم جنين في إطار تصدي الأدرع العسكرية الفلسطينية لعملية الاقتحام. الآن يعني معلومات وردتني الآن بأن طائرة استطلاع، الآن معلومات أولية تتحدث عن أن طائرة استطلاع وجهت صاروخ موجه ونفذت قصفا الآن داخل مخيم جنين. في هذه الأثناء هنالك صاروخ موجه من قبل طائرة استطلاع يتم استهداف هدف داخل مخيم جنين على ما يبدو في هذه اللحظات، أو على ما يبدو أنها طائرة انتحارية. هذا ما يعني يردنا من معلومات في هذه الأثناء وسط اشتباكات مسلحة عنيفة يشهدها مخيم جنين في هذه اللحظات. سياسة العودة إلى الاستهدافات من الجو كانت واضحة وبشكل كبير